هلا بكم شباب، كيف الحوار؟ معكم السابي، واليوم فيديو ثاني عشان اعلمكم شيء جديد في لعبة بوكيمون. كلنا نعرف البوكيمون سفاري، اذا لعبتوا اي لعبة من العاب بوكيمون في مكان عود تقوم تدور فيه، وكل منطقة فيها بوكيمونات معينة، مع الزمن تغير هالشيء، لكن مع البوكيمون اكس واي صار تغيير جذري في البوكيمون سفاري. اول شيء شنو هو البوكيمون سفاري؟ مكان تقدر تحصل فيه بوكيمونات نادرة. قبل تدش داخل ما تقدر تستخدم البوكيمونات اللي عندك، وتقط حصى على البوكيمون عشان تضعف فيه، او تقط اكل عنده عشان تخليه يبقى اكثر، وبعدين بس تقط السفاري بول عليه عشان تيود البوكيمون. طبعا تغير جذري في هاي البوكيمون، لكن نحن تقدر تصير بوكيمونات نادرة في البوكيمون سفاري. اول شيء لازم تخلص اللعبة، وبعدين تحاكي البروفيسور اللي بيخليك تكتشف المكان، المدينة الجديدة اسمها كليوود سيتي. فكليوود سيتي تحت هني، تروح فلايت تسوي اول شيء. فنفس ما قلت لكم، اول شيء خلصوا اللعبة، بعدين تكلمون البروفيسور. اول ما تخلصون اللعبة وتسوون لود بيقول لكم وين تروحون حق البروفيسور، تكلمون البروفيسور، بعدين تقدرون تجون هني. فطبعا خلنا نركب من البداية. اول ما تنزل هني تكون تروح فوق كلش هني، زين، بعدين يمين، بعدين فوق مره ثانيه، سوري، بعدين يمين تواصل. خلينا نرجع من البدايه لان خربطت. على السريع من البوكيمون سنتر تروح يسار شويه فوق كله يمين وتواصل يمين، بس تشوفون هني علامه السفاري، هني السفاري بول، مع انه خلاص في اللعبه ما في شيء اسمه سفاري بول. ف اول شيء لازم تسويه يكون عندك فريندز، فاذا ما عندك فريندز على 3DS ما بتقدر تسوي شيء. فبخلي الفريند كود مالي في الديسكربشن، لان شيء وايد مهم ذي، ان كل واحد من الفريندز مالينك، يعني من اصدقائك، بيكون عنده بوكيمونات ثانيين في السفاري ماله. فهاي اسمه الفريند سفاري، نفس ما تشوفون هني يقول لك دوم عند ايس بوكيمون، معناته داخل السفاري مال دوم بتشوف بوكيمونين مال ايس. بعدين بقول لكم شلون تحصل البوكيمون الثالث مال ايس عنده، وطبعا راندم بشكل عشوائي بيكون. وزمندس هاي نزيح، فعنده جوست سبو، واحد من ربعي اونلاين، بويزن. تشوفون ايس هني مره ثانيه ايس، لا، فانتم مثلا خلينا نختار واحد ماي اونلاين للحين، زين، عنده دراجون احمد، زين، بتشوف انا لعبت شوي قبل، بتشوفون ان عنده جارا تشومب اعتقد، ودراتيني، يعني بوكيمونات وايد زينه عنده في السفاري. فاذا قلت يس بتدش داخل، بس عندك هاي المكان، وما عندك الا شيئين بتحصله، دراتيني وجارا تشومب. فهاي دراجونير. فتقدر تصيد منهم. طبعا في بوكيمون ثالث، ليش ما اقدر احصله؟ لانه لازم تسوي شيئين قبل لا تقدر تحصل بوكيمون ثالث. لازم صديقك يكون اونلاين، فتشوفون هني الفريندز، مثلا دوم شفته اونلاين، اذا كان دوم اونلاين، واذا كان دوم مخلص اللعبه، بعدين اقدر اشوف البوكيمون الثالث حقه. فحين عندي صديقي سبو شفته اونلاين وهو مخلص اللعبة، فبرويكم شلون عنده ثلاث بوكيمونات مو اثنين. نفس ما شفنا هني احمد بس عنده بوكيمونين، ليش الثالث ما عنده؟ انه ما هي اونلاين وما خلص اللعبة. فسبو خلص اللعبة وهي اونلاين، فعنده جلوم، فيناموث، وعنده ماك، فبوكيمون الثالث تبطل عنده. مثلا الحين خلينا نروح حق احد ما شفناه، الكتريك كونر، تشوفون عنده بس علامتين، معناته بس تقدرون تحصلون بوكيمونين، لازم يكون اونلاين، تروح العلامه، لازم يكون مخلص اللعبه. فخلينا ندش بس عشان اريكم ان بوكيمونات تتغير. فطبعا هني اهميه الفرنس في ال 3 دي اس، يكون عندك فرنس. طبعا اذا ما يلعب اللعبه تقدر تحصل بوكيمونين، لكن اذا يلعب اللعبه تحصل ثلاث بوكيمونات، واذا مخلص اللعبه طبعا ثلاث بوكيمونات. واذا هو اونلاين البوكيمونات تكون اقوى. ما شاء الله الكتراباز هاي بوكيمون نادر، ف شيء عجيب ان بوكيمون نادر يكون موجود عندي.
اعتقد هاي انا سويت اد لان عندها البوكيمون. طبعا الحين البوكيمون مات لكن ما يهم لانه تكرار مره ثانيه تقدر تحصل البوكيمون. فتقدر يا تسوي الليفلينج هني او تقدر تصيد البوكيمونات النادره. طبعا نفس ما شفتوا كلهم ليفل 30. شنو عنده؟ الكتروبايس مثلا، خله احاول اطقه مره ثانيه بدون ما ذبحه. شلون ما ذبحه؟ خلي بسبركم على السريع بس. صادني باراليسس. يلا عاد هايبر فويس، يلا لا تموت. اوكي فالحين نروح الباك، تشوفون ان اقدر استخدم اي شيء. اقدر استخدم الترا بول، ماستر بول، ريبيت بول، ما يهم. فخلي اقول استخدم الالترا بول. مشكلة بوكيمون قوي، ما ادري اذا بصيده ولا لا. يلا يلا يلا، بس مضبوط الحمد لله. فتشوفون ان الست بوكيمون نادر كلش، مو موجود في اللعبة الا في السفاري عبر الفرنس. فسووني اد شباب وخبروني اي بوكيمون انا، اي بوكيمونات انا اعطيكم، لان ما اعرف صراحة، ما حد خبرني اي بوكيمون يطلع في السفاري عندي. انا ادري ان دوم يطلع له بوكيمون سخيف سبيل وشي ثاني، فبوكيمونات دوم سخيفة. بس بحطكم الفرنت كود ماله اذا تبون تسوون اد بعد. ف خلينا نشوف مثلا دوم عنده سبيل وما ادري شو اسمه البوكيمون الثاني ذي الدب. فهاي كان بس بشكل سريع، تشوفون ما عندي وايد فرنت، سووني اد عشان نحصل كلنا بوكيمونات زياره. وبسوي تريد وياكم ما في مشكله. فمثل ما شفتوا ست بوكيمون نادر عبر السفاري. فاذا عندكم اي سؤال عن السفاري حطوا في الكومنتس وبرد عليكم ان شاء الله.